يا اهلا وسهلا بالشباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم لعبة يورو تراك سيميليتر 2 لموعدنا مهمة بالمانيا. هاي المنطقة مهم بسيطة، راح تكون كل جميلة نستمتع بيها. فيلا خلونا نبدأ. اوكي، شغلنا دوس بنزين، شغلنا خريطة. طبعا ايش احنا سكانية يسار، شكله حلو. ما اعتقد بيقوم اللي ورا، مو صغير اللي ورا. اوكي اوكي اوكي، انطلق انطلق انطلق. القوة المفرطة. وصلنا، انطلق يلا. اليوم نضرب القانون، اليوم ما يهمنا اي شيء. ATCC يا شاء هيك بتقاطع هناك إشارة؟ كده كده إشارات، ما يستعمل إشارة. لما نوصل يفتحون إشارة، شكد أشرار. I hate you, bro. نقود عنده زين، عنده بنزين. دين الليل، إننا في الليل الآن. الليل الأليل، الليل الأليل. إنها ليلة سوداء. ليش ما تمشي مركبتها؟ ايش بيها؟ بطيئة. الصوت دائما بطيء، قوة تمشي المركبة. حاوية هاي محاوية، لا محاوية. يمين عند مور، يمين يمين فول فول يمين. لفة كلش قوية. هسه يسار يسار يسار. لا يمين، اكت عليكم. انا احب احش يعني من زمان. انطلق. اوكي يسار، انطلق مباشرة فول الأمام. السرعة المفرطة. هاي العبرة، هاي سامعين عبرة. جميل، شغل طيب والله. محمد حصب التريلر الصغيرون كنا عندي مثله. انا اخذ مثل السيارة الصغيرة. انا ما ادري صوت جاد كلش. اوكي انطلق. هذا شنو المشكلة؟ خمسة سرعات. تعتقدون اذا هاي يمشي بسرعة يغرموني؟ انا ما اعتقد. علي من شوية اخذ فول سايد. ما ذاك السايد، هذا السايد يعني شوف انه افضل. ذاك السايد كلش تعبان، احسن وما عاجبني. انا اكون جاي سريع جدا مو بطيء. انا اشوف ان هذا السايد افضل لي، يناسبني. This side is good side.
Do you love this side or this side? القوة المفرطة أو السرعة المفرطة يسمونها، سرعة البرق والرعد في جسر المؤتم بيدينك مثل عبال يختفي عن جسر ماتنا. anyway عندي استراحة هنا، أنا بقول استراحة عسد اني نار بعد هي مات نومة صار لي ما فاتح السيميليتر. بالشاحن اجي وجيت وراي انت وطلعت قدامي، شو جاك صرت وراي؟ هذا بالعكس ولا ما اوكي. خلنا نروح يمين عمود اللوف، نبطل سرعتنا. عمود هذا يعبر وتمطر نخوك. مطر مطر مطر. دبرك عليك كيف عليك كيف عليك كيف نزل عليك كيف عليك كيف يا انا ما شغل هاي الماسحات نسيت استخدمك. ايش يضلته والله زين كان تفكيري كان كل سريع. بس شلون شغل الماسحات نسيت اشغل شلون الماسحات. واي ما ذكرش تدوس جدا في مكان قد بيعمل تفكر صعب السوق هاي فادي المحرك خراب يشيل الغبار يعني جاي امشي شلون في المجال يا اخوان يعني ايش ما يصير هيك. لا لا ما تحتاج مساحات، شو اسوي مساحات؟ ما تمسحات ما فضل شغل الضوء؟ لا ما فضل شغل الضوء. ايه بالبي اي جاسة شلون اخليه تشتغل مستمر؟ توقف تشتغل توقف كان اضرب ادوس عليك ساعية طب ماكو شي. اوه قطار قطار ما اتحكم سرعة الماسحات. انا سرعة زينة ماي سرعة مو سيئة كلش. اوه وراي واي سيئة اطول. برساتي والله. عبرت السرعة. يلا ما رجعنا السلامات من اصلي بس قبل مو شو ناس ما ضرب شي شكو شنو شعر ما لعقد عليه شو بتاعي هذا وين ودي هذا الطريق والله انا اطلع وبعدين اجيب لك هيك هنا اطلع قبل احسن شنو انا خلط. I'm a genius, genius. والشوارع معاتهم شو الغابات انا عاقول انا بس كله عاقول انا اقدر ازعل شجرة
اوكي، سرعة 65 لازم أبرع سرعة محددة لي. إذا عبرتها تصير شغلة مو زين. يغرموني، ما أنا ما أعرف والله يغرموني ما يغرموني. يطبقون يخلوني أطبق على الجانب، يجي تشوز يجون الشرطة بعد قعدت. يب قدام استراحة. أما قطر مات الأخ؟ لا تخاطر. anyway محطة بنزين على منزل تقريبا 200 متر. نزلنا صعد جبل، نزل الجبل صعد جبل، نزل الجبل ترى 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 صعد الجبل، نزل الجبل صعد الجبل، وصل الجبل سرعة قصوى جبل نزل. قول أب الشمس، قوة الشمس، وزارة الشمس، وعباد الشمس. شنو الاثر؟ لعق الاثر هذا يا البطنش هنا اركب. انا الف مرة قلت لكم احد يبطنش هنا ما طقتي. انتم شمالكم يعني شو كنت تنضجوني يعني رجاء؟ وايد مبطنش هنا انا، ما ادري يا حباب مبطنش هنا انا. اوكي يمين لوفة بطة بسرعة بطة 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 مو لوفة قوية كلش بس لازم بطة. فقد السيطرة. تعال وينك واحد؟ انا ادعمكم دعم هيكم ادعمكم. اوكي ماكو اي شي هنا عندنا. شنو هاي؟ زقزاق صاير هنا ولا شنو فيه؟ والله شكلي حشو على زقزاقي. ايه انا احب التحدي الصراحة، فراح امشي بسرعة وافتر ازقزق وياهم. زقزوقة زقزوقتين ايش مسوي الشارع؟ هذا حكي هذا شغل شرابه. الطين بالزقزاق بسرعة 90 والطريق العدل 80 70. خراب ليسكم مش قد زقازيق انتم لعب. بس ما يخالف الا اسوي زقزاق وياكم ولا زقزق. انا ما اعرف شو معكم زقزق بس راح زقزق. وصلنا بالصوف، وصلنا بطل السرعة هسه. قول يا الله وصلنا 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 وصلنا. يلا غيكون سوري ستار اذا خلص من هاي. ايه صار اشياء صفرا او حمرا او خضرا. وصلنا جميل. وان ماتش ما ضبط الشارع هي خضرة. طوط طوط
وصلنا خش في جيتنا فلوس 3000 3500. وصلت مستوى 6. جميل. اللي هنا شاكر مقدر. تكمل مقطع فيديو للنهاية وشوفكم على خير، وباي شباب.